لكن انا بدايه شهرتي الحقيقيه لما عملت اغاني سياسيه ضد الاخوان لما كانوا بيحكموا مصر من 2012، عملتها على اليوتيوب الاول، وبعدين عملت قناه فلول في اول 2014. بدايه شهرتي الحقيقيه قناه فلول. فلول هي كانت قناتك؟ اه كانت قناتي. اه اوكي، بالمنطق بيقول لك فتحتي قناه، من اين لك هذا؟ بصي انا حد ما يسالني السؤال ده بقول له، يعني في مثل عندنا بقول له ايه، اللي ماليش فيه ما يتكلمش فيه، بس انا هرد لا، على ليه لنا فيه؟ لا ما فيش حد بيسال. انا اقدر اقول لك مثلا انت جايبه فستانك ده منين؟ اقول انت تقولي انا مش عايزه اقول. لا، جايباه من جولي شيك عادي. لا جايباه فلوس منين يعني؟ الفلوس؟ اه والله بشتغل، عندي راتب. طب ما انا اكيد بشتغل يعني، انا اكيد لما فتحت قناه فلوس كان معايا فلول، كان معايا فلوس يعني، اكيد انا مش فقرانه ورحت عملت قناه. بس قناه يعني حاجه مش سهله. لا انت بتتكلمي على قناه نايل سات، حاجه مش سهله، لكن معروفه كل قنوات النور سات معروفه انها بفلوس قليله، بيبقى بس التردد ايجار شهر. وانا الحقيقه لما جيت اعملها يعني الناس بتوع النور سات دول محترمين جدا اوكي، الاداره، فانا قلت لهم نستنى بس اشوف القناه هتشتغل ولا مش هتشتغل، هتشتغل اديكوا فلوس مش فهم لما لقوها شغاله وكويسه استنوا عليا بصراحه في الفلوس، فانا كنت بجيب ايرادها من الاعلانات. اوكي، وحتى لو مش معيش يعني استنى الاعلانات، لا ما انا ممكن اعملها بفلوسي انا، اصلا قناه مش ضخمه يعني. مش ضخمة يعني، بس هو عملتي فيها إثارة كبيرة و... لا هو ممكن هي خدت ضخامتها من اللي كان بيتعرض عليها، مش كماتيريال. لا ما بقول لك مش كماتيريال، هي ان انا ازاي يجي لي الجرأه ان انا اتكلم عن جماعه زي جماعه الاخوان وهم موجودين في الحكم، هم كانوا مشوا يعني بالمناسبه، كانوا مشوا بقالهم 6 شهور، بس كان لسه الدنيا ساعتها مولعه عندنا، كان لسه في تفجيرات ولسه في حاجات هم بيعملوها، فهم ازاي انا كنت بتكلم بالجرأه دي. وحتى في ناس قالت لي لما انا سميتها فلول حسبتها على الفلول. اوكي، انا عمري لا عملت اغنيه، انت انا عمري اصدعي، بس انت اصدعي، انا قصدي الاسم. آه. بصي انت حضرتك اعلاميه وعارفه ان التايتل بتاع اي فيديو او اي او خبر او اي حاجه بيشد الناس طبعا، فاسم فلول ساعتها الناس كلها كانت عماله تشتم في فلول، يقول لك لا انا مش فلول، كل مع انه كلهم كانوا غاده فلول. غاده عبد الرازق فلول، ما اعرفش مين فلول، كلهم مع انهم مصر تقريبا كلها كانت فلول. يعني هو ايه معنى فلول؟ قال لك فلول ده يعني النظام بتاع مبارك. طب ما كلنا كنا نظام مبارك، بس في حد كان بيستفيد منه وفي حد مواطن عادي.